مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. وهنخلي أول حاجة نقولها في الأخبار هي الطرق، عشان اللي لسه هينزل، اللي في الطريق دلوقتي وعنده مشوار، يبقى عارف الطرق عاملة إيه، الزحمة فين، الطرق البديلة اللي هو ممكن ياخدها عشان يوفر على نفسه وقت كتير. وزي كل يوم طبعا معانا زميلنا العزيز أستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. صباح الفل يا أستاذ محمد. صباح الفل يا استاذه هبه، صباح الخير يا استاذ اسحاق، اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين الكرام. صباح الخير على حضرتك، ونبتدي معاك بقى النشره المروريه، وتقول لنا النهارده الناس اخبار الشوارع ايه، والزحمه فين، والطرق البديله. احنا طبعا في البدايه حابين نطمنكم ونطمن الساده المشاهدين الكرام عن الحركه المروريه الان، واحنا ما زالت حتى الان في فتره الثروه الصباحيه اللي هي في حدود او تحديدا في خلال نصون ساعه تحديدا هتبقى على وشك الانتهاء. معدلات السير بصفة عامة النهاردة كان بيتجاوز ما بين 60 لـ65%. بنطمن قاطني محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الإبلي والطرق المؤدية إليهم إن الحركة المرية في جميع محاورهم كانت حتى الآن بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. أما بالنسبة للمحافظات المجاورة لمحافظتي القاهرة والجيزة كمحافظة القليوبية، بتنحصر فيها بعض الشيء النهاردة عند منطقة يتنمى القادم من المؤسسة وهي متجه إلى طريق الزراعي. قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت حتى الآن جميع محاورها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، عدا أعلى مناطق الأعمال، أعلى مناطق المرج والخصوص، وأعلى مناطق المنيب، وأعلى مناطق الكنيسة. بيقابلنا بعض الشيء عند منطقة كفرة هرمز، أعلى الدائري اللي جاي من محور صفت ومتجه إلى مناطق وصلة المريوتية. أما بالنسبة لمحافظة الجيزة بتنحصر فيها الأحجام النهاردة عند محطة مترو الجامعة اللي نازل من أعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي، ممكن نسلك النهاردة شارع مراد أو شارع الجامعة. باقي المحاور الداخلية في محافظة الجيزة ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. من داخل محافظة القاهرة النهاردة بتنحصر بعض الأحجام عند كورنيش النيل أسفل الدائري اللي جاي من أثر النبي ومتجه لمناطق المعادي ومناطق حلوان. بعض الشيء بيفضل سلوك محور الاوتوستراد هيكون افضل حالا في هذا التوقيت. اعلى كوبري المطريه اللي جاي من مناطق الكابلات ومتجه لكوبري الحلميه ومناطق التجديد، بعض الشيء هيفضل سلوك المسطح الارضي النهارده هيكون افضل حالا، ممكن نسلك شارع المطريه وناخد كوبري سرايا القبه هيكون بديل. كذلك اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من سكه الويلي والزاويه ونازل على مناطق مدينه نصر، بعض الشيء هيفضل سلوك شارع مصر والسودان افضل حالا. بنضغط الساده المشاهدين الكرام ان ما زال حتى الان عندنا اعمال في جسر السويس، وهو انشاء كوبري سيارات اعلى محور عدل منصور، وتحديدا من عند محطه كوباء، محطه مترو كوباء حتى محطه مترو عمر بن الخطاب. عشان كده بنتجنب مناطق الاعمال، وبيفضل سلوك جزء سلوك محور شوزيفتي بيكون بديل جيد جدا حتى تنتهي الشركه المنفذه للاعمال. الكباري اللي بتنقل الحركه المروريه النهارده ما بين القاهره والجيزه جامعها النهارده مرضيه تماما جميع محاورها، ما بننصحش بتغيير اي مسارات سوى الاماكن اللي ذكرناها للساده المشاهدين الكرام. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صابر، محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه، على مداخله حضرتك، شكرا. من اخبارنا النهارده، الرئيس السيسي للشعب اللبناني: لبنان قادر بعزيمه ابنائه على النهوض من كبوته. طبعا امبارح كان 4 اغسطس، مرور عام على الحريق والانهيار اللي طال مرفأ لبنان وراح ضحيته 214 شخص، وطبعا الحدث اللي هز العالم وقتها من سنة فاتت، وكان فرنسا دعت لمؤتمر لدعم لبنان من خلاله تم الوعد بتقديم مساعدات مالية إلى لبنان قدرها 370 مليون دولار. فرنسا هتقدم منها 100 مليون يورو زائد 500,000 جرعة من لقاح كورونا. الرئيس السيسي بالأمس كان لي كلمة في هذا الاجتماع، اجتماع طبعا بشكل افتراضي من خلال المنصات الإلكترونية. الرئيس السيسي أكد أن لبنان قادر على استعادة دوره مرة أخرى، ولبنان بلد عظيم جدا، وإحنا بنتمنى أن لبنان يرجع مش كما كان، يرجع
افضل ان شاء الله، لكن الموضوع محتاج مجهود كبير جدا، خاصه من السياسيين في لبنان، خاصه من القائمين على الحكم في لبنان. مش ممكن يعني احنا في كل مره يجي نعمل حكومه لبنانيه او الشعب اللبناني يتوقع وجود حكومه لبنانيه، لازالت الاختلافات كبيره جدا، وفكره الحكومه بتفشل مره من بعد مره، وفكره المحاصصه اللي بيقوم عليها الحكومه اللبنانيه ما بتتمش. فبنتمنى ان رأفت من الحكام بالشعب اللبناني اللي بيعاني الأمرين، اللي مش لاقي لتر البنزين، اللي مش لاقي إزازة اللبن لولاده، اللي مش لاقي يطلع فلوسه من البنك، ليه فلوس في البنك ومش عارف يخرجها. الوضع في لبنان اقتصاديا وسياسيا الحقيقة منهار جدا جدا جدا. بنأمل الخير للبنان الشقيق. كل الخير للبنان وشعب لبنان. نروح مع حضراتكم الخبر تاني خاص بهيئة قناة السويس، وانتوا طبعا فاكرين أزمة السفينة الجناحة اللي كانت في قناة السويس، لكن قدرت انها تتغلب على الأزمة الكبيرة، وتم بالفعل الاتفاق ودفع التعويض للشركة. لكن انا عايز افكر حضراتكم بالوقت ده، يعني نظرة العالم او البعض الدول في الوقت ده، شوفوا هتتعامل قناة السويس مع الأزمة دي ازاي، لما نشوف هتحرك السفينة ازاي. اهو اجروا كراكة مش عارفة عشان تساعد السفينة انها تتحرك وترجع تمشي في المجرى الملاحي لقناة السويس. لا، الحقيقة ان هيئة قناة السويس بتعمل مجهود كبير جدا جدا جدا، وحريصة على تطوير الهيئة، وعلى ان يكون عندها احدث اللانشات والكراكات اللي موجودة يمكن في الشرق الاوسط او حتى على مستوى العالم، بكل التقنيات الميزات اللي موجودة فيها. رئيس الوزراء شهد حفل تدشين الكراكة حسين طنطاوي بقناة السويس، ودي بتعد من أكبر كراكات الشرق الأوسط، فيها مميزات كتير جدا موجودة في كراكات مهمة في العالم كله، فيها أحدث التقنيات اللي موجودة في أكبر الكراكات في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم. خطوة جديدة بتقوم بها قناة السويس. حفل التدشين طبعا قدام حضراتكم دي لقطات من الحفل. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سلم الدرع للكراكة حسين طنطاوي، تسلمها نيابة عنه ربان أحمد طنطاوي سليمان خلال حفل تدشين الكراكة بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء. لكن من الحاجات الحلوة اللي اتقالت في حفل التدشين ان خلال شهر يوليو 2021، شهر 7 ده اللي فات على طول، عبرت 1670 سفينة في قناة السويس في شهر واحد بس. أعتقد أن قيمة قناة السويس، خطوة حفر قناة السويس الجديدة، طريقة تعامل الهيئة مع أي أزمة بتحصل فيها، دي رسالة قوية جدا لأهمية قناة السويس للعالم كله. معنا من أخبارنا، البنك المركزي يعلن ارتفاع النقد الأجنبي 40 مليار وستة من عشرة دولار بنهاية يوليو. احنا تقريبا ارتفع، او مش تقريبا، الاكيد ان هو ارتفع النقد الاجنبي في البنك المركزي ل 40.6 من 10 مليار دولار. احنا كنا اعلى مستوى قدرنا نوصل له كاحتياطي بنكي مركزي على مر التاريخ، كان السنه اللي فاتت، كان بالتحديد اول 2020 قبل ما موضوع الكورونا ده يجي، كنا وصلنا ل 45.5 مليار دولار. طبعا بعد فترة الكورونا تهاوت هذه الأرصدة، لأني خلاص أنت عندك يعني منتج زي السياحة ما بقاش موجود، عندك مصاريف بقت أكتر، عندك بقت مطالب أن أنت تجيب لقاحات من الخارج، فتهاوى شوية وقلينا تحت الأربعين. النهاردة بنطلع تاني مرة أخرى وبنعدي الأربعين مليار دولار، وصلنا الأربعين وستة من عشرة، يعني 40 مليار و600 مليون دولار، وده رقم كويس جدا. بنأمل ان احنا نعدي ال 45، وكان في توقعات يعني لو ما كانش في موضوع كورونا، لكن كلمة لو دي ما تنفعش في الاقتصاد وما تنفعش في اي حاجة، لكن لو ما كانش في موضوع كورونا كان في توقعات ان احنا في 21 او 22 نعدي ال 50 مليار دولار. قوة البلاد بتتقاس بالاحتياطي، يعني الاحتياطي النقدي الاجنبي ده
قوة في حد ذاتها، قوة لازم يتعرف عليها المستثمر اللي انت جاي لك. هو عايز يعرف انت قوي ولا مش قوي، الاحتياط البلد دي عامل الاحتياطي عندهم بيكفي قد ايه. يعني احنا مثلا 40 مليار دولار دول يكفونا سلع يعني ونستوردها وامور اخرى تكفينا 8 شهور. لو قوتك تقدر تعدل سنة تبقى انت اقوى، تقدر تجيب استثمارات اكتر. فالاحتياطي النقدي الاجنبي ده مؤشر مهم جدا لكل مستثمر ولكل كمان مواطن موجود ان انت الاقتصاد بتاعك بيقوى يوم من بعد يوم. نروح لموضوع الوجبة المدرسية اللي اتكلمنا فيه امبارح وفي افتتاح سيادة رئيس للمدينة الغذائية في السادات، واللي اتكلم فيها عن أهمية الوجبة المدرسية. الحقيقة أنا عايز أقول بس شقين كده، الاهتمام بالوجبة المدرسية دي حاجة مهمة، لكن أنا أتمنى أنها ما تكونش على حساب الوجبات الرئيسية أو تغذية أسرة بأكملها. يعني بتمنى بس مراعاة ده للناس اللي رغيف العيش بالنسبة لها هو الحياة. فكرة بقى أننا نقدم للأطفال أو للولاد وجبة في المدرسة، وزارة الصحة بتقول أن دي لازم حاجة تكون مدروسة، بمعنى أن أنا مش هجيب باكو بسكوت أقدمه للولاد ومعاه مثلا أي حاجة سندوتش أي حاجة هوزعها للولاد، لكن أنا بقول المفروض واتمنى أن ده يتم تطبيقه بجد فعليا أو حرفيا، ويكون في متابعة لتنفيذ الكلام ده في وجبات المدارس. الناس اللي عندها أو الأطفال اللي عندها أنيميا، اللي عندهم تقزم، اللي عندهم سمنة، كل واحد من الأطفال دول يناسبوا طريقة تغذية مختلفة عن التاني. وده اللي قالته وزارة الصحة، إن هيكون في دراسة، يعني الأطفال بقى من 6 ل 8 سنين ليهم احتياجات، من 9 ل 12 سنة ليهم احتياجات، اللي أكتر من 15 سنة ليهم احتياجات. الدراسة بتاعت موضوع الكشف على الأطفال السمنة والتقزم والأنيميا، المبادرة الرئاسية اللي اتعملت ليها نتائج، النتائج دي المفروض إنها بتحدد المحافظات اللي منتشر فيها أنيميا، اللي فيها أطفال عندهم سمنه كتير. احيانا مش عارفه المعادله دي تتقسم ازاي، يعني ممكن المدرسه الواحده يكون فيها عدد اطفال عندهم سمنه وناس تانية عندهم انيميا، هل في المدرسه الواحده هينفع ان انا اقول اللي عندهم كذا بياكلوا كذا واللي عندهم كذا بيبقى كذا، ولا هي كرتونه ولا ثلاجات بيجي فيها الوجبه المدرسيه موحده بوزعها وزي ما تيجي. الخبر بيقول ان الموضوع هيكون عن دراسه، وانا بتمنى ان في تطبيقه يكون بنفس الطريقه اللي قالتها او اعلنت عنها وزاره الصحه. عايز اقول بس هيبه برضو، يعني موضوع الوجبه المدرسيه ده مش جديد، هو موضوع الوجبه المدرسيه ده من زمان جدا. والحقيقه احنا كمصر يعني لنا تاريخ غير مشرف في موضوع الوجبه المدرسيه. طبعا الناس بتنسى والدنيا تلاهي وقامت ثوره والدنيا مش عارف ايه، لكن حضراتكم قبل الثوره ارجع كده بالعجله ورا شويه، ارجع العشر سنين دول تلاقي ان الوجبه المدرسيه يا ما حصل موضوع التسمم الغذائي في الوجبه المدرسيه، وكان السبب بسيط جدا، يعني بسيط جدا، ان في فساد، ان في شركات قليلة الضمير بتشتري الوجبة المدرسية عشان توردها للمدارس، فبتدفع لوزارة التربية والتعليم، بتدفع للمسؤول ان هو يجيب الشركات دي في سبيل ان هي بتورد أغذية فاسدة، بسكويت فاسد، على حتة جبنة بايظة، على حتة مش عارف ايه. فكنا بنسمع يعني حاجات صعبة جدا جدا جدا. فنتمنى لو في نية لإرجاع الوجبة المدرسية يبقى في ضمانة حقيقية ان اولادنا ياكلوا اكل نظيف. ده بس اللي انا عايز اقوله، نظيف ومناسب لحالتهم الصحيه. وانا بقول ده مره تانية، يعني وزاره الصحه قالت ان في حاجات، في ناس هتحتاج البسكوت اللي بالتمر، ناس هتحتاج السمسميه والحمصيه، وناس هتحتاج لحاجه فيها لبن، في ولاد يحتاجوا الحاجات اللي فيها كربوهيدرات ناقصهم ده. فالتوازن ده يعني محتاج دراسه وخطه كبيره، هو مسؤوليه كبيره. يعني انا اتمنى ان احنا ننجح في اننا نرجع موضوع الوجبه، لكن عن دراسه وفايده يطلعوا بيها ولادنا. وزارة الصحة سجلت 57 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفيات. ده بيان وزارة الصحة. لازالت الأعداد في مصر قليلة، لكن زي ما قلنا لحضراتكم إحنا مبسوطين وفرحانين، ويا رب ديمها نعمة وخلي الأعداد دايما قليلة كده أو حتى تبقى كلها أصفار. لكن طبعا إحنا بنأكد مرة تانية وتالتة إن الدراسات بتقول إن مصر هتدخل في موجة جديدة
في ربما في آخر سبتمبر اللي جاي. يعني احنا اليومين دول ننبسط كده وتقابل، لكن يعني ممكن على الشهر الجاي هتبقى الأمور صعبة. فلازلنا بنقول الكلمة السخيفة، نخلي بالنا ونلبس الكمامة والكحول والحاجة دي. نعرف ان الكلام بقى متكرر وبقى سخيف، لكن هي دي الظروف وهي دي الأحوال، وربنا يعدي على خير. النهارده هيئه الارصاد بتقول لنا انه ذروه الموجه الحاره هتبقى النهارده، يعني النهارده درجات الحراره مرتفعه جدا جدا جدا، خلي بالكوا بلاش تتعرضوا للشمس. هيئه الارصاد كمان بتقول ان محافظات البحر الاحمر المدن الساحليه معرضه جدا لسقوط امطار، وممكن تكون امطار رعديه كمان. النهارده الجو صعب، درجه الحراره ودرجه الرطوبه ارتفاع الرطوبه هيكون عالي بشكل كبير، في محافظات هتوصل ل 43 وال 45 درجة الحرارة. بالليل كمان الجو هيكون فيه رطوبة وهيكون حر، محتاجين كبار السن والأطفال والناس اللي ما فيش داعي ما عندهمش حاجة مهمة تخليهم يخرجوا، يبقى الأفضل أنهم يتجنبوا التعرض للشمس بشكل مباشر. القاهرة درجة الحرارة النهاردة هتكون العظمى 42 والصغرى 27، اسكندرية هتكون 35 والصغرى 26، مطروح هتكون 34 والصغرى 24، سوهاج 43 الصغرى 26، وقنا هتكون 44 والصغرى 27، أسوان هتكون 44 والصغرى 28. بشكل عام وعلى كل المحافظات الجو حر جدا، خلي بالكم. آخر خبر معانا ومن الأخبار الجميلة الحقيقة، بعد تضامن المصريين الطفل رشيد يحصل على حقنة ضمور العضلات في دبي. الطفل رشيد عمره أقل من سنتين، أسرته اتكلمت أنه عنده ضمور عضلات وابتدت تنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب من الناس تساعدها، وفتحوا حساب بنكي بالتعاون مع وزارة التضامن عشان وزارة التضامن تبقى رقيب على الحساب، لأن الموضوع مكلف جدا. يعني إيه مكلف؟ يعني الحقنة دي تمنها 2.1 مليون دولار، 2.1 مليون دولار، يعني أكتر من خمسة، يعني حوالي أكتر من 30 مليون مصري، يعني أكتر من 30 مليون جنيه مصري. والحقنة موجودة في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية أو في الإمارات العربية موجودة. هم راحوا الإمارات ورشيد حصل على الحقنة هناك بالشفاء إن شاء الله، ويا رب عقبال كل ولادنا اللي محتاجين. الحقيقة اللي بيطلب مساعدة عشان المرض ده الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تتكلم فيها، لأن ممكن واحد يقول لك أصل أنا فقير، تقول له اشتغل، يقول لك أصل أنا ما عنديش سكن، تقول له ربنا يديك، ابتدي بحاجه قليله، اوضه وصاله وربنا يدي. لكن المريض ده تعمل معاه ايه يعني؟ بس لما بيكون الامر صعب وفوق طاقه الجميع و2 مليون دولار ثمن الحقنه، فكان الموضوع صعب جدا جدا. لكن زي ما بنقول ولاد الحلال كتير يعني، فبنتمنى ان اي حد عنده مشكله زي رشيد يتم علاجه فورا. مبروك لرشيد وان شاء الله تقوم بالف سلام. بالشفاء لرشيد والف مبروك على الحقنه، وده يخلي عندنا امل بعد المبادره الرئاسية لعلاج ضمور العضلات يكون في فرص للشفاء وللعلاج وللحقن لأطفال كتير زيه ما عندهمش كانوا فرصة النجاة. دي كانت أخبارنا. بفكر حضراتكم النهاردة موضوع التمويل العقاري هيكون معانا، جهزوا أسئلتكم، كل حاجة عاوزين تعرفوها هنتكلم بالتفصيل إمتى الموضوع هيبتدي فعليا وإيه المطلوب مني أجهزه عشان أحصل على شقة في المبادرة. نخرج دلوقتي معاكم الفاصل وبعدها نرجع للفقرة الروحية. باكرا يا رب تسمعوا صوتي.